ممكن بقى يعني انت عايز تقوم بثوره عشان الصور اتسربت، افتكرت صور عينينا والله، صور خليعه وصور بتاع. هات الصور كده يا ابن الحلال. انور السادات رئيس الجمهوريه نفسه بقى، الرئيس مش ولاد الرئيس، عايز اشوفه. هات لي صور الرئيس نفسه. يلا كبر الصور. جاء الرئيس السادات باين؟ الرئيس نفسه؟ الرئيس ها؟ في صورة ثانية. أهو سبحان الله. هو رئيس الجمهورية ده مش بني آدم زينا؟ لا أصل إحنا صور الرئيس معانا. ما تطلع يا إعلام يا فاسد ترد. عندك صورة ثانية للساية لرئيس السادات الله يرحمه المحترم. هاتوا يا سيدي. والصور دي اتنشرت. هو وافق على المشروع ده اللي مصوره فاروق إبراهيم الله يرحمه. الله يرحمه أيوه. مش الرئيس ده بني آدم؟ والله الرئيس ده جاي بجناحين ملاك من السماء. اصل ولاد الرئيس عندنا صور عريانه تسريبات. ما هو الرئيس نفسه اهو ده لسه. هات يا ابن الرئيس، هات يا ابن الرئيس نفسه اهو. ايه رايك اهو ده الرئيس انور السادات. ما ترد يا احمد يا موسى على العيال دي، انت وعمرو اديب ولميس سايبينهم ليه؟ هيجوا الشعب. هات لي بقى جمال عبد الحق، حسني مبارك. يلا يلعب سكواش بالبلطو؟ هو بيلعب اهو قدامنا. وشورت كان بيلعب احمد شفيق بس مش باين. ما هو يا جماعه في القوات الجويه كانوا بيلعبوا كل يوم هناك ايه المشكله؟ اصل ولاد الريس ظبطنا لهم صور. لا ده الريس نفسه اهو كان بيلعب مع طارق ابو زيد. هات لي بقى جمال عبد الناصر بيلعب طوره اهو قاعد على البلاجو اهو. يعني اهو لابس شورت اهو. مش ده برضه جمال عبد، مش جمال عبد الناصر برضه بالشورت؟ مش بني ادم يا جماعه زينا؟ لا ولاد الريس صور احنا سربناها والثوره تقوم عشان الشعب يعرف انا ليه يا ميت تحافظ على اللي بيحصل في البلد. مره اخرى مع كلام المستشار مرتضى منصور، ربنا يحفظ مصر من اي سوء ان شاء الله ودايما للامام. ومن هنا كمان من خلال قناه نادي الزمالك عايز اشكر الشركه المتحده، واشكر ايضا كل زمايلي، كل الناس اللي كانت قادره على خروج قناه القاهره الاخباريه. هذه القناه اللي ولدت عملاقه واللي ان شاء الله باذن الله تكون رائده في المجال الاخباري في القنوات الاخباريه على مستوى العالم، مش على مستوى الوطن العربي فقط، لان مصر هي اللي علمت العالم والوطن، علمت الوطن العربي كله يعني ايه اعلام. وكل كوادرها موجودة في كل مكان في الوطن العربي، كوادر إخراجية إنتاجية يعني تقديم يعني بروديوسرز يعني كل حاجة فخر. يعني احنا عندنا كوادر على أعلى مستوى. ويمكن شفنا من أيام قليلة بدأت قناة القاهرة الإخبارية للظهور، ولدت عملاقة بكل الناس اللي فيها. ببارك لكل واحد من أكبر واحد لأصغر واحد، وبتمنى لهم دايما التوفيق. قناة هتكون متواجدة في كل العالم، عندنا مراسلين على مستوى العالم في كل مكان. دايما بيقول لك هنا القاهرة، ده السلوجان بتاع القناة يعني، في هذه القناة الرائعة والجميلة واللي بتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله، وتكون إضافة للقنوات المصرية الكبرى اللي بتقدم إعلام محترم يوصل للمشاهد بإذن الله. مرة واثنين وثلاثة كل التوفيق لقناة القاهرة الإخبارية، وكل التوفيق يا رب لبلدنا مصر اللي في مؤتمر المناخ القادم، هذا المؤتمر الكبير والعالمي واللي هيكون فيه متواجد أكبر الشخصيات على مستوى العالم وأكبر رؤساء العالم في أفضل مكان في العالم من أفضل أماكن العالم بإذن الله في مصر بإذن الله إن شاء الله. معايا ومعاكم طبعا الصحفيين والنقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ ايهاب الفولي الناقد الرياضي الكبير بالمصري اليوم. استاذ ايهاب ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن خالد. اهلا بيك وشرفتني ودايما منور. الله يخليك، ده نورك كابتن مصر. وطبعا الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عمر الايوبي باليوم السابع. استاذ عمر اهلا بحضرتك. ازيك كابتن خالد، منور وسعيد معاكم مع ايهاب طبعا. حبيبي كابتن عمر. نبتدي سياسه شويه قبل الرياضه. طبعا. رايك في في طبعا المستشار مرتضى دايما بيركز اكتر في الفتره دي على مصر وعلى قيمة مصر، وإن احنا نخرج من إن شاء الله من مؤتمر المناخ ده بنجاح باهر وكبير يشرف كل الوطن العربي والمصري إن شاء الله. شوف يا كابتن خالد، طبعا الكارهين والمتربصين بالبلد تملي بينقوا التوقيت اللي فيه أي
حدث عالمي او اي انجاز للدولة المصرية ويحاولوا ان هم يضربوا كرسي في الكلوب. الاستاذ مرتضى منصور خلال اكتر من يعني لقاء ليه هنا يعني كان سباق ان هو يلقي الضوء على ما يحاك بالبلد في هذه الفترة وما يدعو له هؤلاء المتربصين اعداء مصر الموجودين في خارج مصر وموجودين يعني هربانين بره مصر يعني بقضايا فساد. يعني هم مثلا مش موجودين في مصر وبيدافعوا عن مصر وهممهم شعب مصر وهممهم انت وانا والناس اللي في مصر، لا ده هم هربانين بره الدولة المصرية لانهم يعني خونة او يعتبروا يعني من ال يعني كان زمان يعني كنا زمان لما تستعر من وجودهم في الحياة لما كان بيبقى يتعرف ان في واحد جاسوس او خاين او ارهابي. هم النهاردة بيعلنوا على الملأ ان هم جواسيس وخونة للدولة المصرية وفخورين بخيانتهم لمصر. الاستاذ مرتضى منصور استعرض صور للرؤساء مصر السابقين بداية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس الراحل محمد حسني مبارك، يعني الرؤساء اللي شرفوا التاريخ المصري يعني يعني بملاحم وأساطير. طبيعي جدا أي حد بيبقى قاعد في بيته بيقعد بحريته، الجماعة الإرهابية والناس اللي هي قاعدة هربانة برا مصر بيحاول يستغل عايز يعمل شرارة يخلي الناس تنزل الشارع. وبالمناسبة الناس لما تيجي تشوف أستاذ مرتضى وحديثه هو مش وليد اللحظة أو مش وليد حدث 11-11 عشان محدش يقولك إيه ده عشان الناس خايفة، لا هو الأستاذ مرتضى منصور لو ترجع على لما جه يحط الدستور بتاع مصر وقف في مجلس الشعب في وسط الناس اللي كانوا موجودين أو اللي كان جايبهم زي كانت اللغة ساعتها يقولك إيه دول جايين من الميدان، يعني يقولك مجلس الشعب ده اللي جابوا الميدان اللي هو إيه ميدان التحرير، وقف وقال لا ده حلف بالطلاق ان الثوره دي مش هيمضي على الدستور لان دي مش ثوره، وفعلا هي مش ثوره. وانا قلت الكلام هو رفض يعني ان يتحط حلفان ان كمان ان هو من ضمن اللي هو قسم القسم يحلف بالقسم، يعني رفض ان هو يعترف بهذه الثوره. فالراجل وهي فعلا هو لما تيجي تتكلم على التوقيت، وبالمناسبه الكلام ده انا ما قلتوش دلوقتي، الكلام ده انا قلته يوم احداث فبراير لما حصلت في التحرير، طلعت في مداخله تليفونيه قبل اي حاجه، كان ساعتها الاستاذ خير رمضان وكان معاه ضيوف في الاستوديو، طلعت قلت يا جماعه مصر بتتخطف، انا بكلمك من ميدان التحرير ومعايا الصحفيين فلان وفلان وفلان وفلان، وعديت اسامي الصحفيين وقلت في جماعات جهاديه وجماعات تكفيريه موجوده في الميدان، اللي موجودين دول مش شباب الصبر. والكلام ده موجود في يعني موثق، وانا بقول لك اهو اسامي ناس موجوده، وكان حاضر الكلام ده الاستاذ ايمن بدره وكان خير رمضان كان هو المقدم البرنامج دوت، وساعتها تم اتهامي ان انا بتهم الثوار والاحرار، وتم تشويه صورتي وانا بتكلم قبل ما النظام الاخواني يحكم مصر، وقلت ساعتها يا جماعه اللي موجودين في التحرير وفي ميدان التحرير دي جماعات جهاديه وجماعات تكفيريه موجوده واحنا شايفينها. فالنهارده انت بتتكلم على حدث مهم جدا اللي هو حدث المناخ، مؤتمر المناخ. النهارده العالم كله جاي لمصر، مصر ام الدنيا. النهارده يعني لما تسترجع التاريخ شرم الشيخ في شرم الشيخ، النهارده لما تيجي تسترجع مصر ما يعني طول السنين مصر بتعدي بعثرات اقتصاديه وبتعدي منها وبتطلع اقوى من الاول. ارجع من الثمانينات لما كنا بنعمل البنية التحتية في مصر وكانت شوف الظروف كانت صعبة، كان اللي بيجيب في بيته تلفزيون 14 بوصة كان العالم بيتقلب عنده في الحتة ان ده فيه تلفزيون. فاحنا مرينا بالظروف الصعبة دي، كلنا مرينا بالظروف الصعبة دي ومصر عدتها. النهاردة ان شاء الله هنعديها بإذن الله، ان شاء الله هتعديها وان شاء الله عدينا جزء كبير واللي جاي صعب بس هنعدي ان شاء الله. انت العالم كله الاحداث الاوكرانية الاحداث الروسية كورونا طغت على العالم مش على مصر بس، طغت على العالم كله، الدول الأوروبية الدول الأوروبية كلها بتأن بسبب ارتفاع سعر الغاز الروسي
وان بيوتهم بقت فيها مشكله كبيره جدا. فرنسا شوف طوابير البنزين، هم هناك عمال في اوروبا بيعتمدوا على الغاز، على التدفئه. ايوه، واوروبا طبعا كلها ساقعه في الشتاء، حاجه مش طبيعيه. فما شفناش حد مثلا طلع من دوله اوروبيه قال لك ايه ننزل بقى ضد الرئيس الروسي ولا الرئيس الانجليزي ولا الرئيس الايطالي، لكن كاريه الدوله المصريه طول الوقت هتلاقيهم عايزين ينزلوا. طب انزلوا مصر الاول. يعني واحد زي علاء صادق ده عمال يغني انت اصلا مجرم، انت هربان. محمد علي انت مجرم، انت هربان. زوبع، الواد اللي هو شو ده اللي هو بيطلع يعمل، الناس دي مجرمه، مجرمه في حق مصر. الناس دي خونه، الناس دي هربانه من مصر. ما تتكلمش باسم مصر لانك انت خاين وعميل. تمام استاذ عمر. مؤتمر مونخ لا خلاف ان هو يعني يؤكد رياده مصر على مستوى، مش على المستوى العربي بس، هو على المستوى العالمي بشكل عام. وده يعني جاي بعد مؤتمرات قبل كده واتفاقيات كان في باريس وكان في كوبنهاجن. وما يوصل لمصر ان انت النهارده يوصل 197 تقريبا، يعني تقترب من 200 دوله بتشارك وقرابه 30,000 مشارك في هذا المؤتمر. ده بياكد لك حجم الدوله المصريه ورياداتها في وسط كل الازمات الاقتصاديه والناس اللي بتتكلم فيها والمشاكل الاقتصاديه والغلاء. بتلاقي مصر بتنظم مؤتمر كبير، وده بياكد لك رياده الدوله المصريه وان الدوله ثابته، ما بتهتزش من دعوات بالناس مخربه بتدعي ليها. وزي ما شفنا كلام سياده الرئيس السيسي خلال احدى الخطابات الاخيره دي، وقال لك ما فيش مؤتمر اقتصادي. قال لك الكلام ده خلاص مش هيتكرر تاني. الناس تنزل في الشوارع بالشكل العشوائي والفوضوي ده، دلوقتي في دوله وفي نظام وفي امن وامان وفي عندك حاجات تخاف عليها كتير جدا، مشروعات وكيانات كتير جدا موجوده. صحيح. لازم بتحافظ عليها، ده الطبيعي جدا بتاعك. ده مش هيحس بيه غير الناس اللي هي رجال دوله فاهمين، زي مثلا مشروع مصر هو يتكلم في وسط ما تلاقي الناس بتتكلم على الكوره والازمات الكوره، وزي ما انت شفت كده الفيديوهات اللي شفناها بيكلمك على رئيس الجمهوريه وبيكلمك على الدوله وبيكلمك على النظام وبيكلمك. اصل هو عامه هو في اي حتى في هيبقى في كوره ولا في رياضه لو ما فيش دوله؟ يعني الدوله اهم من اي حاجه في الدنيا. استقرار الدوله، استقرار الوطن. الناس ما تعرفش يعني ايه وطن. يعني وطن ده يعني انت متخيل الدول يا عيني اللي اتشردت. ارجع يا كابتن، شردت بره دولها. شوف يعني ايه وطن. وطن دي حاجه كبيره قوي. ايام الفوضى ديت، وشوف الرياضيين لما نزلوا الشارع وعملوا مظاهرات ان هم مش عارفين. انت النشاط الرياضي فضل متوقف. صحيح صحيح. ما فيش دوري، ما فيش كوره، ما فيش حاجه من غير وطن. ليه والناس جربت لما حصل الفوضى والمؤامره اللي كانت موجوده على مصر الوقت ده، يعني وجود الجيش الحمد لله ربنا حامد مصر بجيشها. صحيح. ان هو يعني اقوى جيش العالم. مش جيش مرتزق، ده جيش مننا اصلا. يعني كل واحد عنده ابنه وعنده اخوه وعنده قريبه، هو ده جيش مصر الموجود الطبيعي. لان الناس دايما بتحترم فيه ودايما بينحاز للشعب. ده موضوع منتهي. مرتزق ده على فكره يعني ايه؟ جيوش تتقاضى اجور مقابل الدفاع. طبعا. لكن الجيوش الوطنيه هو اللي هو بيبقى مننا كلنا. ابن عمك وابن خالتك واخويا وابويا ده جيش بيدافع عن البلد بالحس الوطني وليس البلد. بالمقابل ابن البلد. لا ولا حاجه. انت بتشوف جيش مصر، بتشوف حتى في الانتخابات بتشوف العسكري يروح حد كبير في السن بسنه ومسنه تلاقيه بيشيله وتلاقيه بيسنده بيعمله. ده اللي انت شايفه. هي دي الدوله المصريه. معلش الناس لازم تفوق شويه برضه، ولازم تبقى يعني الناس لازم تستعيد ذكريات اللي حصل بعد 2011 واللي حصل من الفوضى في الشوارع والحراميه والسرقه واللي واللي دي بتفتح المجال لناس مخربين وناس متآمرين بيخشوا بين الصفوف. لازم الناس تقفل القصه دي. ودي اقول لك على حاجه، انت في وسط ما انت نادي الزمالك بيتكلم والاسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم برضه موضوع الجماهير وجنب الدقيقه ظهرها للملعب وبتلاقي مثلا مشوار الطبي بيكلمك في موضوع ده برضه بحس وطني. حس وطن الناس مش فاهمها. لكن انا نبهت ليه قلت لازم تفهم حاجه، الجماهير تروح تستمتع بالكوره وتتفرج، مش هتدي ظهرك للجماهير. مش عاوزين نرجع لقصه ثاني، قصص الالتراس وقصص ان الناس بيستغلوا بعض منهم. صحيح. اللي هو صغير مش مستوعب الموضوع وياخدوا في ايادي بتخرب البلد. ده الكلام ده لازم نقف عليه. انت دلوقتي ما فيش اسمع 11 الناس تنزل، لا الناس سوا الفتره الجايه دي كلها استند مصر. لازم مصر تطلع بشكل كويس جدا قدام العالم كله في مؤتمر فيه اكتر من 30,000 واحد موجودين، 200 دوله كبرى دول العالم موجوده في المؤتمر. لا لازم الناس كلها تدي الصوره الطبيعيه بتاعت مصر. صحيح. انت عايز اقول لك حاجه يا والله بتكلم جد، ويمكن انا اتكلمت في بدايه البتاع، ويمكن انا سعيد بكلام ورساله المستشار مرتضى بعد المباراه. يعني بعد ما رغم الهزيمه يعني. انت شفت الجمهور الاهلي والزمالك هناك؟ ناس محترمه جدا جدا. يعني انتوا ما قابلوك يا هاب يعني واحنا في الملعب،
تحس الناس غير السوشيال ميديا خالص. ايوه طبعا، يعني تحس اسر كده، زوج وزوجه اهلاوي واهلاوي، زملكاوي واهلاوي، والولاد وشباب صغير شباب مع بعض كده كلهم زملكاوي اهلاوي مع بعض، معاك بيناقشك وبتتكلم معاه في الشارع، وبعدين الجمهورين خارجين قدام بعض وواقفين مع بعض بالظبط، وما بتتكلم معاهم او بتتناقش معاهم اختلاف في لغه حوار، مفيش بقى فكره ايه الهجوم. هو ده الشعب الحقيقي، الشعب الحقيقي اللي بيحب مصر، وحتى لو الرياضه مكسب وخساره. تعال نطلع لرساله المستشار مرتضى منصور بعد اللقاء، وهي رساله جميله جدا والله، حاجه رائعه يعني، يعني كلام جميل يعتبر ايه، كلام ايه رياضي بمعنى كلمه رياضي. تعال نروح. اهم بقى من نادي الزمالك ومني انه نفوت يوم 11/11 والمؤامره القذره اللي معمولة على بلدنا وطننا مصر، عايزين يوقعوا البلد تاني. لو وقعت مصر المرة دي مش هتقوم، وانا بنبه كل الناس حتى للأسف مجرد ما اعلن ان بايدن جاي يزور مصر يوم 11/11 في حالة جنون في قنوات الاخوان والتابعين ليهم. يعني انا مش فاهم، هو معتز مطر ده اخواني؟ لا، معروف ان هو خمرجي. طب محمد ناصر خمرجي، المرة سيدة الأعر الأولى دي، هذا مؤاخذة عندها ضد عارة في أبو ظبي. الواد محمد علي ده سكران 24 ساعة. يعني حتى مش ليهم هدف، يعني لو واحد فيهم إخوانجي هنقول إن هدفه السيطرة والتمكين، اللي هو بقى الـ 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 الخطة بتاعتهم إنه ينتشر وبعدين يتمكن. لكن دول خمرجية كلهم، مش عارف هم عايزين من البلد. ونفسي أعرف، طب لما يمشي عبد الفتاح السيسي مين اللي هيجي؟ معتز ولا ايمن نور المزور ولا سيد الاعر ولا الواد محمد علي ولا مين؟ خلاص يا جماعه مشي عبد الفتاح السيسي، شكرا. احنا بنقول بلد جميله كل 3-4 سنين، وكل ما يجي يقوم رئيس جمهوريه يبتدي يشتغل نقول له روح خلاص احنا مش عايزينك. مفيش بلد بالطريقه دي، مفيش دوله بالطريقه دي. مرة واثنين وثلاثة، ربنا يحفظ مصر ويحميها من أي سوء يا رب. اتفضل يا أستاذ هاني. طبعا كلام مهم في توقيت، يعني شوف هو خرج بره، الأستاذ مرتضى خرج بره المباراة وخرج بره، يعني مش دي قصتنا نتيجتها يعني. ما اتكلمش في مكسب وخسارة، ده وارد في الكورة. قال لك احنا، قال لك أنا حتى مش هتكلم أو مش هتطرق، احنا تركيزنا كله في الدولة المصرية. صحيح. شغلنا الشاغل الدولة المصرية. يعني الحمد لله ربنا حافظ مصر. لولا مصر وجيش مصر العالم العربي ده كله كان انهار. يعني صحيح. بعض اي دوله عربيه بسبب الخريف العربي اللي اطلقوا عليه الربيع العربي، حصل في العراق وفي تونس وفي دول وفي سوريا واليمن وليبيا، دول كانت عظيمه. ربنا يحفظهم يا رب ويرجع بلادهم. يعني دول كانت عظيمه وبلاد كانت جميله. الخونه من البلاد دي تكلبوا عليها. طب انتوا كنتوا مثلا في اليمن او في العراق، او يعني في اليمن انتوا مش عايزين عبد الله صالح، طب النهارده اليمن عملتوا فيها ايه؟ العراق ما كنتوش عايزين صدام حسين مثلا، الخونه اللي موجودين هناك عملتوا في العراق ايه؟ سوريا حاولوا ان هم يقطعوها، ولكن يعني ربنا حمى سوريا وحمى الشعب السوري. مصر يعني مصر جم يعني عليها بزياده، جم عليها وجم عليها الخونه اللي موجودين في مصر خونه. يعني النهارده لما تيجي تشوف ناس موجوده عاشت في مصر في البلد ديت وشربت من نيلها وكلت من خيرها وعملت كل حاجه، وشوف الناس دي عملت. يعني مثلا لما تيجي ترجع تسترجع الذكريات المجرمه بتاعت اللي هي احداث النكسه، اما تشوف المذبحه اللي حصلت في بين السرات، انا من بين السرات شوف المذبحه، احكي لك انا كانوا بيدخلوا ياخدوا الناس من قدام البيوت ويذبحوها عند جامعه القاهره، يذبحوها على المشانق، معلقين لهم مشانق. انت من بين السرات؟ 16 شهيد من بين السرات صحابي اتعلقوا على المشانق، اتاخدوا من بيوتهم. انا بقول لك اهو 16 شهيد. القضيه اللي متهم فيها خيرت الشاطر، اللي متهم فيها حازم ابو اسماعيل، 16 واحد كان بيدخل معاهم، كان مجموعه من الناس، كان منهم سمير صبري كابتن مصر اللي كان موجود، كابتن ايمي، وكان موجود يخش المنطقه اللي راجع جامعه القاهره يشوف واحد كده يقول لهم لا سيبه ده
ده مش معاهم سيبوا ده وينقي وينقي ويتاخدوا يروحوا على المنصه اللي كانت معموله عند جامعه القاهره يتعذبوا بالثلاث والاربع ايام ويتذبحوا هناك يتذبحوا انا بقول لك يتذبحوا. فالنهارده لما جم الجماعات الارهابيه دي وجت يعني وساطع النعماني يعني الف رحمه ونور عليه هو اتضرب ازاي؟ ساطع النعماني ده جاي يعني حصلت الاشتباك الشهير ما بين الجماعة الإخوان المجرمة اللي كانت قاعدة عند النهضة وسكان منطقة بين السرايات وجم قعدوا يضربوا من قدام كلية تجارة إنجليزي يضربوا بالرصاص الحي على البيوت والبلكونات ويموتوا الناس. دخل جه ساطع النعماني ده ضابط بطل جه حاول ان هو يتعامل معاهم القناصه ضربوه من فوق كليه التجاره انجليزي ضربوه بالرصاص من فوق تخيل واحد بالضرب ده اللي قعد يتعالج بره الله يرحمه اللي توفاه الله بعديها كان هو في قوه اسمه بلاء الدكرور لما لقى اهالي منطقه عزل بيضرب عليهم نار وهو راجل بيحمل سلاح ميري نزل يدافع عن ولاد المنطقه ديت اتضرب من تم يعني قنصه من فوق كليه التجاره انجليزي يعني انت في وسط الناس بتضرب النهارده احنا عايزين نرجع الزمن البغيض لا والنهارده خلال 10 سنين بعد كل اللي حصل من 2011 لغايه دلوقتي مصر فيها كم سوري مصر فيها كم عراقي مصر فيها كم ليبي مصر فيها كم يمني كم ناس كتير عايشه في مصر عايشه في امن وامان وفتحوا مشاريع وبيشتغلوا وبيتاجروا وبيكسبوا فلوس. مصر فتحت البيت رغم كل الظروف اللي مرت بيها مصر، فتحت البيت لكل العرب وناس دلوقتي على فكره في ناس مش عايزه ترجع بلدها. ايوه يعني ناس حاسه بالامن والامان في البلد دي ومبسوطه في البلد دي. طيب عمر نرجع تاني للزمالك وشايف مباراه بكره ازاي؟ لا قبل ما اتكلم في ماتش بكره نتكلم في الماتش اللي فات، جزء مهم جدا. نتكلم في الماتش في اخر كام ماتش كوره. لازم الجماهير تقف معلش نقف مهم جدا. ده في اخر كام ماتش كوره. انت بطل دوري، بطل كاس، بطل بطولات كبيره على مدار الموسمين ورا بعض. في الاخر ده ماتش كوره بطوله ولكن اتعامل معاه زي ما الاداره اتعاملت معاه باحترافيه. لازم تنزل بيان رسمي محترم. اول حاجه فيه قال لك ان هو بيدعم الجهاز الفني. وبيدعم اللعيبه وفي الاخر هي كره مكسب وخساره. ومعلش ولا حاجه يعني لازم وهن الاهلي وهن الاهلي وهن الاهلي ماشي صح. انت في الاخر تعاملت مع الموضوع باحترافيه شديده جدا ولازم تقف عليها وترجع فيها وانت لعيب كبير واعلامي كبير على مدار كل السنين اللي فاتت والتاريخ اللي فات كنت دايما جماهير الزمالك تنزل واللعيبه تنزل الزمالك مغلوب. لا المفروض الموضوع دلوقتي العكس. دلوقتي اول مره تشوف جماهير الاهلي لعيبه الاهلي فرحه الاهلي لا نازلين هم اللي خايفين هم القلقانين. لا وكان في فرحه كبيره وانا اللي بيحترمه كمان. انت فاكر بعد اخر ماتش سوبر كان مين اللي كسب؟ الزمالك اللي كسب. كان الزمالك كسب. ايه اللي حصل بعد الماتش بعد الهزيمه؟ حصل مشكله ساعتها بتاعت الشيكابالا. طيب دلوقتي الزمالك اتغلب ولا حصل حاجه؟ ولا حتى لما حصل موقف شيكابالا وقعد يتفاعل يتقال ان هو مش ممر هتلاقيه نزل يعمل موقف انساني محترم. يعني هو كان داخل يجيب مؤمن يجيب مؤمن زكريا ماشي. ما انت لازم تتكلم على القصه دي ودي دي بترجع برضه لحاجه يعني مش مجامله للاداره برضه. اداره النادي انت وصلتك مرحله هي عملت الفريق دوت اللي انت عندك احسن سكواد عندك فرصه كبيره جدا. معلش لازم تتكلم ككوره. انت عارف ليه زعلانين ليه؟ عشان احنا حاسين ان احنا احسن. يعني احنا كنا احسن كفريق احسن. اقول لك على حاجه انت لكن قدر الله ما شاء فعل دي كوره اخطاء برضه. لا ولا حاجه برضه الناس دي تتكلم. معلش لازم نتكلم كلام منطقي برضه. الجماهير لازم تهدى شويه برضه. انا برضه يعني مش عايز الناس تزعل منك. لازم الناس تستوعب اللي انت فريقك كسبان كل البطولات دي وبرضه قاعد بتنتقد وتتكلم وتقول الصفقات بتتكلم وتقول مش عارف ايه. انت لا بس بس عايز اقول لك حاجه. ده جزء من الجماهير لان الجماهير على فكره كتير قوي بتاع متقبله. قالك الناس دي فرحتنا وبسطتنا وبتاع. وارد ماتش الكوره ان احنا نتغلب بس نرجع احسن من الاول. بعض الجماهير اللي هي انا بقول لك من وجهه نظري مغرضه بشكل واضح جدا. هي هدفها كده هدفها تكسر في الفرقه. لكن لازم تستوعب حاجه اللي انت عندك فريق كوره ونادي تشكيك فيه ومشاكل فيه وتشكيك من منافسين ليك وتحافظ على امواله وداخليا ناس محسوبة على النادي بتحافظ على اموالك وتحافظ على الارصده وعندك كل المشاكل دي وبتقدر توصل تروح ماتش. وفي الاخر برضو انت بتتكلم في ماتش كوره. انت بتتكلم في ماتش كوره معلش. انت برضو كل الظروف دي لعيبه عندك مجهده ما خدتش راحه لعيبه رايحين جايين من المنتخبات اصابات بالجمله. لا ثواني بقى. انت عندك احسن مدافع في مصر موجود عندك اصابه
افضل لعيب محوري عندك بدايه المباراه يصاب اللي هو فتوح. طول مدير فني اخفق لو افترضنا، لكن الراجل ده لسه مفرحك برضه من قريب. اللعيبه نفسها انت شفت اللعيبه عندها ارتجاج واللعيبه عندها مشاكل واللعيبه مش عايزه تخرج زي عمر جابر. عنده ارتجاج والجهاز الفني الطبي بيقول له يطلع، قال لك لا اكمل. اللعيبه برضه رجاله، خد بالك انت الزمالك عنده في فتره توقف مهمه جدا. اللعيبه هو اهم حاجه ماتش بكره ان شاء الله، ماتش بكره هتحسمه نكسب ان شاء الله فوز. هيبقى عندك فتره شهر اللعيبه تستريح، لعيبه نفس الوقت المصابين يرجعوا، اللعيبه الصفقات الجديده تنسجم، كل ده هيفرق كتير مع الزمالك. طيب هب اي فريق يكسب من حق جمهوره انه يفرح، صح؟ طبعا. شايف ان الفرحه كانت مبالغ فيها بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ولا ده طبيعي؟ دي نمره واحد. كميه التريقه على زكريا الوردي من غلطه، مع ان غيره غلطها كتير، يعني في كذا لاعب غلط السنه اللي فاتت، اخر ماتشين زمالك واهلي زمالك كسبهم او تعادل معاهم كان باخطاء من لعيبه الاهلي ولاعيبه كبار. يعني التريقه على امام عاشور، ترقيصه بتاع طاهر محمد طاهر، يعني ايه التركيز السوشيال ميديا على فكره مش على لعيبتي كسبت ايه، لا التركيز على فيريرا، تريقه على فيريرا، تريقه على زكريا الوردي، تريقه على امام عاشور، تريقه على نادي، يعني برايك والفرحه اللي هي فرحه ورقص وزغاريط وحاجات كبيره كده. انا شايف ان الفرحه طبيعيه، ان انت لما بتكسب البطل بطل الدوري والكاس حاجه انت مش مصدقها. جمهور الاهلي طول الفتره طول يعني السنتين اللي فاتت عنده كبت شديد جدا جدا من نادي الزمالك، عنده خوف ان تستمر او يبقى في عقده زملكاويه، ان الماتش ده كان ممكن يبقى يقلب لعقده. في كبت النهارده، غير ان انت اصلا يعني لما تيجي نتكلم بالورقه والقلم، يعني بطل الدوري وبطل الكاس هو الزمالك. الاهلي في البطوله ديت قايم بطول دوبلير بطل الكاس، صحيح. هو الاهلي مش لا دوبلير بطل الدوري عشان غيروا طيب يبقى غيروا اللائحه. الاهلي بيلعب بصفته دوبلير بطل الدوري، هو لا بطل دوري ولا بطل كاس. فجمهور دوبلير بطل الدوري طبيعي جدا 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 يفرح ان انت بتكسب بطل الدوري وبتكسب بطل الكاس، دي حاجه طبيعيه. ده ما يبقاش يعني لازم العقل والمنطق يتدخل هنا. اما تجيب بطل الابطال وتجيب الدوبلير بتاعه اللي هو جاي بيقوم بدوره او ويكسب. لا ده اسمها وصيف، اسمها وصيف دوبلير، لا وصيف. وصيف ده صاحب المركز الثاني، انا بكلمك في البطوله. النهارده بطوله ان بطوله السوبر معناها ان بطل الدوري في المحلي يلعب بطل الكاس المحلي. كلمه دوبلير ما هياش، معلش انا بتكلم بقى بايه بالمعاني الصحيحه. كلمه دوبلير يعني ايه؟ انت بتأدي دور البطل، ده هو دوبلير. فهمت قصدك، ان انت نظرا لان بطل الدوري وبطل الكاس الزمالك بتاع. فاحنا عايزين نلعب ماتش سوبر فلازم نجيب فريق يلعب بطل الدوري والكاس. فجبت النادي الاهلي اللي هو ثالث الدوري، اللي هو ثالث دوري السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت، لا السوبر ده اللي قبل اللي فات، مش من قبل. اللي هو ثاني الدوري وثاني الكاس. يعني الكاس يعني الثاني وثاني الكاس، يعني هو لا اول كاس ولا اول دوري، صحيح. فمش في مكانه، فلعب المباراه عشان يبقى الوضع. اما احنا بنوصف وصف بس استطاع انه يكسب. ممكن الاهلي الزمالك لما يلعب الترام يكسب الزمالك. البلاستيك لو لعب الزمالك ده كوره. احنا انا مش مختلف. وامبي كسب الزمالك، امبي كسب الزمالك، وطلع الجيش كسب الزمالك، وطلع الجيش على فكره كسب الاهلي. النهارده جمهور السكه الحديد لما يكون السكه الحديد بيلعب الاهلي والسكه الحديد يكسب الاهلي، جمهور السكه الحديد هيعمل ايه؟ هيكسر هيخلع القضبان طبعا. اقولش هيستيري، ده طبيعي، فرحان بفرقته وكسبت البطل. بس بس في فرق برضو عشان كنا ما نبقاش بنحاول يعني ندغدغ المشاعر. يعني قصدي الاهلي فرقه كبيره والزمالك فرقه كبيره. انا بكلمك على وصف الواقع. انت ليه فرحان كده قوي كده؟ رضا عبد العال طلع قال ايه؟ قال لك انا مستغرب. انا مش مستغرب، انا بحكي لك واقع. طبيعي جمهور فرقته خارجه صفر اليدين من من الموسم اللي فات تبقى فرحانه بالسوبر. من نادي مش مقيد لعيبه، من نادي مجلس ادارته محلول، من نادي محجوز على فلوسه، من واحد كاره لنادي الزمالك وبيكسبك وبياخد البطولات كلها منك. لما تيجي تكسبه في بطوله انت المفروض مش طرف فيها او ما كنتش تبقى موجود فيها، تلاقي نفسك انت فرحان الفرحه السريه دي. طيب دي الفرحه،
ما عنديش مشكله. الزمالك لو كسب الاهلي كان جمهوره هيفرح ويفرح زياده انه واخد بطل دوري وكاس وياخد سوبر كمان. لكن انا بتكلم بقى على التريقه على زكريا الوردي، تريقه على امام عاشور، محاوله التقليل او شتم تاني شيكابالا مع انه ما عملش حاجه، يعني الراجل عمل كل حاجه حلوه في الماتش، لم يتطاول على احد. ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره؟ انا لو فرحان زي ما ايهاب انا فرحان فاقعد بقى اتغنى بطاهر واتغنى بالشناوي واتغنى مع ان انا يعني طب انا معلش قبل ما تروح يا عمر انا هسالك سؤال، انت كنت في الملعب ماشي؟ هو امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره ولاعيبه الزمالك بعد ما الحكم صفر ونهى المباراه عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ راحوا للاعيبه الاهلي هنوه بالظبط وسلموا عليهم طبعا. طب انت طبعا دي حاجه كويسه جدا، انت بتتريق عليهم ليه؟ بالظبط. يعني انت مشرف العام على الكوره خد فرقته وراح عند فرقتك يهنيك عملت ممر شرفي مشوا فيه بالظبط، انت بتتريق عليهم ليه؟ ده المفروض انت بتعمل ايه؟ نقطه من اول السطر، حتى انت لو زعلان مثلا منهم في حاجه ده الناس يعني مقدمه لك السبت والحد تتريق عليهم بس ليه؟ هو ده شغل السوشيال ميديا. ما هو لا، هنا المشكله ان انت يعني عايز توجد ازمه ما بين ومش عارفين. طيب انت عايز تعمل ازمه والزمالك ما بيعملش ازمه، اداره الزمالك بتقفل بالظبط. اتفضل. لا ما دي السياسه، دي السياسه، دي سياسه جمهور منافس اللي انت دايما بيحاول يعمل لك مشاكل، سواء مشاكل على المستوى العام زي يقعد يقول لك شيكابالا عمل او كذا عمل، او يهد لك اللعيبه اللي عندك وتقف عند المشهد زي اوباما. في لقطه جات لاوباما كده لعيب تحس ان هو نفسيا تعبان، ودي راجعه يعني. لا لا تغير الماتش دي انت معلش انت بتقعد من ساعه محمود علاء من ساعه ماتش افريقيا الاهلي والزمالك بالظبط، وحصل الموقف ده وجماهير الاهلي تحديدا تشتغل عليه وطول الوقت يتريقوا عليه، تريقوا عليه، تريقوا عليه، تريقوا. وبعض للاسف بعض الناس الماجوره بتمشي معاك في نفس السكه دي جدا الولد نفسيا انهار نفسيا بالظبط. طب ما انت عندك معلش، ما انت عندك انا جبتها. طب ما هو محمد الشناوي طلع من جونه وتسبب في هو وياسر ابراهيم في خساره الكاس. لا اقول حاجه، لا يعني مثلا علي معلول ما جه يوقف الكره راح جاي شيكابالا حطها جول، ما دي الاخطاء. ده اللي احنا بنقوله يا خالد كابتن خالد معلش، احنا ده اللي احنا بنقوله. انت جماهير النادي الاهلي، انت خسران دوري وخسران كاس وخسران بطوله افريقيا وبيدعموا الفريق واقفين معاه، انت واخد بطوله الدوري واخد بطوله الكاس مرتين وعندك افضل لعيبه موجوده وبتلاقي بتنساق وتمشي ورا حملات بعض الناس، بتمشي ورا حملات غلط انت بتوصل فيها. وقفت انت محمود علاء اهو ماشي الثاني دلوقتي اوباما كان عايزين يخلصوا عليه على نفس الكلام مع انه لعيب كبير جدا. ولا حاجه بقى داخلين برضو على بقى الجديد على امام عاشور. امام عاشور ده لازم نقف عنده عشان ده هيبقى احسن لعيب، يعني ده مشروع لعيب عالمي، مشروع لعيب يبقى افضل لعيب في مصر بالفعل ودي لازم نقف عندها، دي لازم الناس تسيب القصه دي وتتريق على زيزو فتره. انت وزيزو وزيزو انت شجع فريقك وشجع شيكابالا، تشجع الفريق ودعم ادارتك ودعم الجهاز الفني ودعم كل لعيبتك وسيب انت امام عاشور ده لعيب صغير لسه امير مرتضى ده يقومه. مصطفى شلبي ما كانش عايز يجي وبيعيط وزعلان وهو فاكر ومكشر ومتضايق ليه؟ انت شفته بعد الماتش راح لجميل وقعد يمسك التيشيرت وقعد يمسك الزمالك وجميل شجعته بعد الماتش. وعلى فكره مصطفى شلبي هيبقى جامد جدا الايام اللي جايه دي وافتكروا كلامي. بس هي ظروف مصطفى شلبي الموسم ده هيبقى جامد جدا ان شاء الله. انت لازم تفعل حاجه يا خالد، انت وانت لعيب كوره هو الزمالك ما كانش يومه وباينه من الاول من الاصابات من اول اصابه اول ربع ساعه وبعد كده اللي بيعجبني عندنا عمر وإيهاب ان احنا ما بنديش مبررات، ما بنقولش بقى الفار والحكم ودوري شيلونجو وده باع الماتش وده ضيع ضربه جزاء عشان كان بيلعب في الزمالك وفاهم او ده تزوير في توقيت القيد ويعني لدرجه اخر حاجه بسمعها وقعدت اضحك قال لك كهربا هيلجا للمحاكم المصريه عشان يثبت تزوير سمعتها دي؟ لا اي كلام اي كلام سمعتها دي يا ايهاب؟ سمعتها. لا بجد والله حاجه يعني ما تخش ما تروح لاخر مرحله من الكاس واللي هي المحكمه الرياضيه الدوليه وتاخد قرار نهائي بات فيجي الناس يقعد يشتغلوك ويضحكوا عليك ويقول لك اصل ده هيلجا لل زي موضوع عبد الله السعيد قال لك راح البتاع فقال لك لا بيلجا للمحاكم المدنيه وهو وفي واساسا دي ما بين نادي سعودي ونادي مصري وقصه يعني يقعدوا يضحكوا على الناس. هقول لك على حاجه، انت بتحاول ترد على حاجات زي مثلا النهارده مريم مصطفى لعيبه الطايره النهارده الاتحاد الدولي لما بعت الاتحاد المصري وقال له الامور واضحه ان هي البنت يعني هي افهمني القصه دي، انا لقيتها لابسه تيشيرت الزمالك، ايه القصه؟ هل حسم الموضوع ولا ايه؟ مش فاهم. رسمي قرار رسمي من اتحاد الطايره النهارده
ان هي تنتقل لنادي الزمالك. ايوه ايقافها 24 الاتحاد المصري. الاتحاد المصري اه ونزل بيان ان وفقا هو الموضوع تم تصعيده للاتحاد الدولي عشان ما فيش بند في اتحاد الاتحاد بتاعك. الاتحاد الدولي قال صريح الاتحاد الدولي رجع للاتحاد المصري قال له انت شوف الامر دوت وانظر فيه. خد فيه وفقا للوائح انتقال البنت للزمالك بشكل نهائي. في ايقاف 4 شهور وتغريمها وموضوع قصه التزوير اللي هو متداوله بين اللعيبه والنادي الاهلي دي في النيابه عندما يتم حصرها. لكن خلاص مريم اصبحت لعيبه في نادي الزمالك هيعدي ال4 شهور ترجع تلعب. لا ده خلاص ده قرار رسمي وخلاص واضح الامور. تمام بس تاكيد. تمام شكرا استاذ عمر. شكرا كابتن خالد. شكرا استاذ هاب. ربنا يخليك كابتن خالد. شكرا لكل مشاهدينا المحترمين. مباراه وعدت يا جماعه. بكره عندنا ماتش مهم جدا, ماتش امبي, ماتش بثلاث نقاط, ماتش بيحطنا على صدارة الدوري قبل التوقف. ان شاء الله كل التوفيق لعبة الزمالك. كلكم رجالة. مستر فيريرا انت مدير فني عالمي كبير. امير مرتضى شد حيلك, انت من الناس المشرفين المتميزين جدا اللي كل كلمة بحساب وبتحققوا العدالة. مستشار مرتضى منصور اوعى حد يحبطك, وانت رئيس نادي عظيم ومميز ومدافع عن الكيان. ان شاء الله كلنا في ظهر بعض كزملكاويه بنحب النادي وبنتمنى له كل توفيق. تصبحوا على خير.